الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها السادة الحضور، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على حسن تواصلكم وحضوركم معنا. أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير. وأقدم لكم الأسف والاعتذار عن الحلقات التي فاتتنا التي فاتتنا في بسبب ظروف خارجة عن إرادتي. كان النت فيه تحديث في الشبكة اللي أنا بستخدمها، وقعد التحديث ده يمكن أسبوع، وقعد فترة كمان يمكن 3 أيام يقطع ويجي بالليل ما يشتغلش كده يعني. فالسبب كان في النت. بس عايز أعرف الصوت واصل ليكم كويس ولا؟ الصوت واصل الحمد لله. طيب طيب ربنا يبارك فيكم جميعا. معلش اذا كنا الفترة اللي فاتت حصل الانقطاع فسامحونا يعني. ابو ادم بيقول الصوت بيقطع، هل بيقطع عند الحضور؟ لو جميع الصوت بيقطع عندهم يبقى نشوف. الصوت واضح يعني. طيب طيب الأستاذ أبو آدم شوف الصوت عندك، لكن هل فيه وش في الصوت ولا حاجة؟ إذا كان فيه وش قولوا لي، لأن الجو حر وأنا مشغل مكيف، إذا كان فيه وش ممكن أفكر. الصوت واضح، الله يسلمكم جميعا. وش بسيط؟ طيب خلاص نشيل الوش. لعلي كده يكون الوش راح إن شاء الله. الحلقة بتاعتنا اللي كنا وعدناكم بيها يعني آخر مرة اتقابلنا كانت عن إن إحنا نشغل متن تحفة الأطفال لأحد المشايخ بصوت طيب الصوت، ومعاه الإيه؟ ومعاه الأبيات، بتيجي الأبيات على الشاشة والشيخ بيقرأ المتن. يعني خليهم موضوع حلقتنا النهاردة، إذا فاض وقت ممكن إيه نقرأ إحنا تاني مع بعض المتن، نقرأه لكم مع شرح بسيط. لكن خلينا نسمع الشيخ بيقرأ ازاي، يعني ممكن نسمع الشيخ ونشرحه وبعد كده نسمع شيخ تاني، يعني مش شرط دلوقتي ما كفاش نكمل الحلقة الجاية. فاحنا نسمع دلوقتي متن تحفة الأطفال. بصوت أحد المشايخ أعمل شير للشاشة دلوقتي عشان تشوف الأبيات عليها هي بتقرأ، وهنسمعها كاملة، هي تقريبا 64 بيت على ما أعتقد، بتخلص على طول في 10 دقائق ربع ساعة كتير إن شاء الله. طيب اللي عشان تعمل الشير عايز جافا لانه
ماشي. بس يدوني دقيقتين اتنين بس بحمل تطبيقات الجافا. هذا يا استاذ محمد، بس بحمل تطبيقات الجافا لانه الجهاز كنت عملت له فورمات، هي واحده بس بحمل الجافا عشان نشغل السكرين شير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا استاذ محمد سليمان. طيب ماشي. الصوت واطي يا استاذ محمد، علي من عندك. خلينا على ما يكتمل التحميل، على ما يكتمل التحميل. أستاذ محمد سليمان أول مرة، أهلا بيك. الله يجزاك خير يا أستاذ محمد السكندري. المنع والله كان خير الحمد لله، كان في مشكلة في تحديث في الشبكة اللي أنا مشترك فيها، وكان التحديث ده طول معاهم في المنطقة تحديث للشبكة كلها، فقعد أكثر من أسبوع. تيجي يجي في بعض الأيام كده الصبح شوية ويقطع، اتصل عليهم ويقولوا في تحديث ويجي أحسن من الأول وكده. الحمد لله بخير، أرجو أن تكونوا أنتم جميعا بخير أيضا. وكنت عايز أتواصل معكم بأي شكل في أثناء الفترة دي، ما فيش حتى الأستاذ مجدي اللي هو بيبعت لي الرابط بتاع دخول الغرفة، كنت بقول له أحيانا إن عايز اعتذر للشباب عن الانقطاع،
يخشى ان الحلقه اللي زي دي يعني مع الغياب الكتير تتفركش الحلقه فتروح مننا خير كتير يعني. كنت حريص على ان احنا نتواصل لغايه ما تيجي الشبكه على اساس ما نجتمع تاني على اساس ما نقدرش. خلينا نقرأ على موضوع تحميل الجبهة ده. آخر مرة توقفنا في سورة البقرة يا جماعة، حد فاكر آية آخر آية رقم 95؟ ماشي يا سيد محمد سليمان، أوضح لك نظام المحاضرة. هو نظام المحاضرة زي ما حضرتك شايف العنوان على الموقع، حفظ سورة البقرة. المحاضرة في القرآن الكريم، تعلم أحكام التلاوة وحفظ سورة البقرة. إحنا ما بدأناش حفظ سورة البقرة، فبدأنا تلاوة في سورة البقرة طبعا بعد ما ايه ما اخذنا محاضرات، يعني مجموعه محاضرات في احكام التجويد. اتكلمنا عن احكام التجويد في حوالي 14 محاضره يمكن، وبعد كده بدانا نطبق الاحكام من خلال تلاوه سوره البقره. بنبدا اقرا صفحه وحضراتكم بتشاركوني، تقرا كل واحد نصف صفحه مثلا على حسب ما يسمح به الوقت، وبنطلع بنصحح التلاوة مع بعض، وبنسأل في الأحكام، بنراجع الأحكام، لأن الغرض إن أنا بتعلم أحكام التجويد عشان أطبقها على على الآيات القرآنية حتى نتلو تلاوة صحيحة ونقرأ القرآن قراءة صحيحة. زي ما قلنا القرآن بيقرأ بطريقة غير القراءة العادية أو غير الكلام العادي، والقرآن كتاب غير أي غير كل الكتب. تدبر وفهم وتحسين الصوت به، وردت الأحاديث في النبوية الشريفة في تحسين الصوت بالقرآن وتزيين الصوت بالقرآن والأجر على ذلك، وترداد الآيات للتدبر والفهم وكده يعني. هو الغرض من التجويد أو من تعليم التجويد هو تعلم أحكام التلاوة، صون اللسان عن اللحن في كلام الله عز وجل. واللحن هو الخطأ، اللحن قسمان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يرفع مكسور أو يضم مفتوح أو كذا في الإعراب، في الكلمات ينطق الكلمة خطأ، تشكيلها خطأ، مثلا يقول إيه بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا اسمه لحن جلي، يعني إيه لحن يعرف أي واحد. في النوع الثاني من اللحن اسمه لحن خفي، خفي ما يعرفوش الا اللي ملم باحكام التجويد، اللي هو يهتم بالمدود، يهتم بالغنم، يهتم بالايه باحكام النون الساكنه والتنوين، يهتم بمخارج الحروف. فما يسمع اي حد ممكن ما يطلعش الخطا عنده الا
اللي عنده إلمام بأحكام التجويد. يعني مثلا يقول كلمة السماء، مثلا السماء دي تمد أقل حاجة 4 حركات، الضالين تمد 6 حركات، فممكن واحد ما يمدهاش. اللي عنده دراية بأحكام التجويد هيعرف إن ده عنده لحن خطأ أو لحن خفي. اللحن الخفي بيذهب رونق القراءة، يذهب بجمال القراءة وبأسس التجويد. الغرض من الحلقة اللي احنا موجودين فيها بحفظ، بس عايز احفظ بالتجويد. اي نعم، هذا هو الصح، اللي يحفظ بالتجويد يكون احسن، لان اذا حفظت بالتجويد بتحفظ صح، حفظت بدون تجويد بتحفظ خطأ وترجع تصححه يبقى صعب. لذلك معظم او كل المشايخ يعني لما تروح له تقول له عايز احفظ، بس مش مهم التجويد، ما تقلقليش على التجويد عشان الحق احفظ، وهتقعد في التجويد هتعقدني وبتاع، يقول لك لا ده انا هحفظك بالتجويد ولازم تحفظ بالتجويد ولو قدر بسيط. عشان ايه؟ عشان تحفظ صح. والقران كله بقى ايه؟ متشابه. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، متشابه في الالفاظ، متشابه في المعاني، ومتشابه في الكلمات، ومتشابه في الاحكام. إذا حفظت سورة البقرة بالتجويد وقرأتها قراءة جيدة، هتلاقي نفسك بتقرأ القرآن بعد كده كله قراءة بنفس قراءة جيدة. يعني احفظ بس معانا، أو اتلو سورة البقرة، خلي بالك وأذنك لازم عشان تتعلم التجويد أو تقرأ قراءة صحيحة لازم تبقى سمعك إيه؟ جيد. يعني لازم تبقى تسمع كويس وتاخد بالك من الكلام كويس، تاخد بالك من الألفاظ كويس بتاع المشايخ. ليه مد دي؟ ليه وقف هنا؟ ليه ما وقفش هنا؟ ليه عمل غنى هنا؟ فتبص تلاقي حتى فيه الناس اللي هو يعني الصديق عندها الطبيعه بتاعتها يعني طبيعه جيده مستقيمه، تلاقيه ايه؟ ممكن يقرا القران من غير ما يقرا على شيء ويقراه صح. ليه؟ لانه بيسمع كتير، يسمع المشايخ في الاذاعه كتير، فاذنه بتاخد على الكلمات الصحيحه انه بيسمع صح، فلما يلاقي واحد بيقول غلط بيعرف ان في هنا خطا، وبالتالي هو ممكن يقرا صح لدرجه كبيره طبعا، بس ما تغنيش على الايه؟ على التلاوه على شيخ، على اساس ان الشيخ له اذن هيقدر يصلح له حاجات ربما يكون هو بيتصور ان هي صح، لكن ايه اذن الشيخ؟ ايوه بالظبط كده، نعم. وهذا من باب اولى بالظبط، نعم. القران بالذات، علم القران لا يؤخذ الا بالتلقي، والتلقي ده له اساس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما حفظ القرآن أو تلقى القرآن، يعني ما نزلش عليه الوحي كده وهو نايم أملأ القرآن في صدره، لا، ده نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين، قلبك لتكون من المصلين. فسيدنا جبريل نزل به من عند الله سبحانه وتعالى وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وراءه. سيدنا جبريل يقرأ وإيه؟ والنبي ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض كل سنة على سيدنا جبريل، يعرض يعني إيه؟ يعني يجي سيدنا جبريل فالرسول يعرض عليه القرآن، يقرأ عليه القرآن. حتى أنه في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم قرأ أو عرض القرآن على سيدنا جبريل مرتين. عرض عليه مرتين عشان ايه؟ يشوف فيه حاجة عايزة تتظبط او ما الى ذلك. يعني ولذلك اخذت هذه الايه؟ السنة، او كانت هذه هي الطريقة المتبعة، ان القرآن يؤخذ بالتلقي. يعني ايه؟ لازم تعرض على شيخ والشيخ ايه؟ يصلح لك، وتحضر حلقات زي ما احنا طيب هو البرنامج حبل معايا خلص الجرة، فأنا بشوف كده نرجع تاني لموضوع التحفة.
نعم، كان شيخ كتابه وكان خطأ أكثر من صوابه. نعم، إن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم، أيوة، لحظة بس، بحمل برنامج الجافا. في قصة بس صغيرة كده، لا لا لا، ده واحدة بس، ما تقلقوش. طيب ماشي، خلينا نرجع تاني للآية. في صفحة 14 15 صفحة 16. من آية 102 بالظبط كده، نعم، آية 102 لآية 105. نعم، دي افتح المصحف يا جماعة على صفحة 16، آية 102 إلى آية 105. أيوة، حاضر بقى، ينفع أفتح المصحف الإلكتروني؟ بس هي الإشكالية إن بحمل الجبل، أنا جيت أعمل سكرين شير، كنت عامل فرمته للجهاز الاسبوع اللي فات، ما كنتش حملت الجافا، جيت اعمل سكرين شير فقال لي لازم الجافا، فهي بتحمل برنامج الجافا بيحمل دلوقتي. خلينا نستفيد دلوقتي ونقرا على ما يحمل. فانا هقرا واقرا ببطء على اساس تقرأوا معي، وان شاء الله كل واحد فيكم تفضل يقرأ برضه نص وجه بعد ما خلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين
نبي من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، للكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. طيب مين اللي عنده استعداد يا جماعة؟ أستاذ محمد سليمان. طيب ماشي، أستاذ محمد سليمان ربنا يبارك فيك، أنت مبادر ما شاء الله يا أستاذ محمد، الله يكرمك، يعني صراحة شيء تحمد عليه، يعني لأن الزملاء الموجودين معانا يعني مش سهل إن واحد يقف على إنه يقرأ. اتفضل أنا أديك المايك دلوقتي، لحظة واتفضل المايك معاك، المايك اتفضل، حاول تقبل المايك. كسبت او اللاوي اللي تظهر عندك. معك المايك دلوقتي يا استاذ محمد، اتفضل. لا مش معك استاذ محمد، اخلي المايك. ايوه معك المايك دلوقتي، اتفضل. اقرا بس الايه 102 اللي هي من اول السبعه وما تلك الشياطين لحد اخر الايه. أستاذ محمد تسمعني؟ أنا أسمعك، تفضل تفضل. تفضل يا أستاذ محمد. استاذ محمد بديك المايك، اتفضل المايك واقرا على طول، احنا سمعنا السؤال ماسك المايك بتاعنا. لا لا بيقبل، اتفضل المايك كده اقرا كده، ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولو كانوا يعلمون،
ماشي، اكمل اكمل يا استاذ محمد، استمر استمر، اتفضل. تقول انظرنا واسمعوا. وَلَا كُنْ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ طيب استاذ محمد، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. انا بس عايز انبهك على حاجات. احنا اتكلمنا اول ما قلنا دلوقتي، كنا بنتكلم في انواع اللحن، واخد بال حضرتك، وقلنا ان اللي هيقرا صح هو اللي بيسمع صح، صح ولا لا؟ يعني قلنا اللي هيقرا صح هو اللي هيسمع صح. يعني انت جزاك الله خير، يعني انت بتقرا ان شاء الله، يعني بتجتهد انك تقرا، لكن لازم، مش مهم الكم، لو تقرا ايه وتمشي معاها كلمه كلمه، مضبوط كلمه كلمه لحد ما تصحح الايه بالكامله، ولا تنتقل للايه التي بعدها حتى تنتهي من الايه اللي قبلها قراءه سليمه 100%. يعني حتى احنا ممكن نعمل في المنهج بتاعنا مع بعض كده، هتقرا ايه ونقف عندها. علاء، حاضر أستاذ علاء، ماشي. القراءة بتاعتك إن شاء الله هي محتاجة بس إنك تقعد معانا أكثر من حلقة. أولى الإسلام، نعم ماشي. محتاجة تجلس معانا أكثر من حلقة، وهننبه على الأخطاء، كلنا بنخطأ، بس لما ننتبه للخطأ هنتداركه فيما بعد. حتى نفس الجزء دوت أنت ممكن تقرأه تاني. نفس الجزء ممكن تقرأه تاني بعد ما تسمعه تاني. بعد ما تسمعه تاني ممكن واحد من الزملاء يقرأه وانت تركز معاه قوي. معلش بس انا عايز اتأكد، علا الاسلام، علا لو بنت مش هينفع للاسف، مش هينفع، لان ربنا يبارك فيك. علا حضرتك بنت ولا ولد؟ بنت ولا شاب؟ رجل ولا بنت؟ أو بنت. طيب هو في حضرتك حلقة للنساء على السكايبي بتتعمل وبيدخل عليها نساء فقط؟ ربنا يبارك فيك، ربنا يتقبل، مأجورة بإذن الله. عمر، طيب أستاذ عمر، إحنا نستأذنك بس تقرأ نفس الجزء أو الكم اللي قرأه الآيات اللي قرأها الأستاذ محمد سليمان. محمد سليمان من أول، ولو أنهم، خلينا نركز على الجزء دوت، وعشان الاستاذ محمد اللي هي ايه 103 من اول، ولو انهم امنوا واتقوا. احنا قلنا نبقى بالايه اللي هو في اخرها، ايه رقم 103 اللي هي تبدا من اول، ولو انهم امنوا واتقوا. ماشي يا استاذ عمر، لحد والله ذو الفضل العظيم، اللي في اخر الصفحه رقم 16. اديك المايك وتفضل يا استاذ عمر. جاهز؟ جاهز. طيب حاضر، اتفضل. عايز بقى الكل ينتبه لقراءة الأستاذ عمر، حتى إحنا. حاضر أستاذ أحمد، إحنا نطلع، نجتهد إن إحنا نطلع الملاحظات اللي في قراءة، مش لازم نقول أخطاء عشان ما حدش يزعل. الملاحظات اللي في قراءة الأخ اللي هيقرأ نجتهد جميعا، كل واحد يقول إيه اللي لاحظه في القراءة. المايك معاك دلوقتي يا استاذ عمر، اتفضل. المايك معاك، اتفضل. لا مش سامعين حاجة، أنا مش سامع. طب في حد سامع؟ محدش سامع يا استاذ عمر.
طب شوف المايك عندك متوصل ولا لا؟ لا كله مش سامع، شوف المايك عندك متوصل ولا لا؟ لا وصل المايك وشوف ايش المشكلة. السلام عليكم. كده الصوت مسموع؟ وعليكم السلام، نسمعك. ايوه الكل يسمعك، الحمد لله نسمعك. تفضل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا استاذ. انت قرات بسم الله استاذ. استاذ محمد سليمان، برضه هنسمع المقطع ده تاني. انا عايزك تقرا تاني يا استاذ محمد. في الاستاذ احمد نصر عايز يقرا، هيقرا نفس المقطع وحضرتك تقراه تاني عشان تشوف الملحوظات، يعني تتدارك انت بنفسك. عايزينك انت تتدارك بنفسك الملحوظات اللي قرأتها في المقطع. طيب كان في الاستاذ احمد نصر. استاذ احمد، طيب استاذ احمد اتفضل اقرأ. اتفضل معاك المايك. استاذ احمد اقبل المايك. اتفضل وصل المايك عندك، هنسمعك ان شاء الله. اتفضل اقرا على طول. مش سامعين حاجة، ما فيش، مش سامعين حاجة. لا أنا مش سامع، ما أعرفش الجملة سامعين. بدأ يشتغل، بدأ يشتغل الصوت، في مشكلة عندك في الصوت. أيوه وصل المايك بطريقة كويسة، بطريقة صح. لسه طب اقرأ كده، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلينا نسمع نشوف. الصوت لما جاش لحد دلوقتي.
تفضل. عايز تقرا على مضرة المية؟ ماشي. طب مين جاهز يقرا يا جماعة؟ إذا هعرف الغلط إذا كنت مش هقرا حضرتك. مش فاهم. جست 16. قدام بيقول يا جماعة غير الريست عشان نعرف اللي بيتكلم مين. بس حضرتك انت بنت يعني؟ طيب ايوه. طيب مفيش مشكلة. ايه مشكلتك يعني؟ حضرتك يعني عايزة تصححي، ترسلي تصححي. انت في الحلقة هتكتفي ان شاء الله بالملاحظات اللي بتسمعيها، في الحلقة الثانية اللي هي بتاع الاعتراض على عدم القراءة. والله هو الحلقة بدأت معانا يعني في حلقة ثانية مخصصة للسيدات والأنسات، بتدرسهم واحدة وبيقرأ بتقرأ معاهم على الاسكايب كلها مع بعضيها بنات. الحلقة هنا حضوركم يعني تشريف واستفادة. يعني احنا نشرح التحفة وأحكام التجويد والقراءة وكده. طيب مين عنده استعداد يا جماعة يقرأ؟ ربنا يتقبل من الجميع. أيوة نعم، فايدة كبيرة طبعا إن احنا نجتمع على مائدة القرآن الكريم. محمد السكندري عاوز يقرأ؟ محمد السكندري ولا تعبان شوية؟ طيب نعم. أستاذ محمد سليمان؟ شوية بس يعني تقرأ ولا ما تقرأش؟ حضرتك بنت، ربنا يتقبل. جزاكم الله خيرا، وكل الأنسات والسيدات الحاضرين معنا ربنا يبارك فيهم ويكتب لهم الأجر. نسأل الله أن يكتب للجميع الأجر. وبتتواصلوا على حرصكم، نشكركم على حرصكم، بتتواصلوا مع الأستاذة اللي هي خاصة بالنساء على الاسكايبي، وربما إن شاء الله تكون الفايدة برضو أكثر. موعدها على الموقع يبدو أنه يوم الثلاث، بس الساعة كم أنا ما أعرفش، لكن ممكن تعرفوا على الدعم الفني يجاوبكم على موعد. نعم بتقول لك الأستاذة سلوى، بتقول لك الثلاث بس أي ساعة. الدعم اكتبوا السكاي بي بتاع الساعة 8. الدعم الجماعة البنات طالبين السكاي بي بتاع الأستاذة المحفظة أستاذ عمر. هنسمع بعدين إن شاء الله في وقت التسمية بإذن الله، لكن إحنا دلوقتي خلينا مهتمين بأن نحسن التلاوة. هيجي وقت بإذن الله هنبدأ نحفظ إن شاء الله. طيب خلينا أستاذ أحمد نصري، خلاص جهزت المايك ولا لسه؟ طيب خلينا نرجع يا جماعة نقول هو الجافا، ما اعرفش هو بيتطلب اشغل البرنامج تاني ولا لا، ادخل على الموقع تاني ولا لا.
خلينا معلش خلينا نكمل الوقت في الايه، في الاحكام، نراجع الاحكام ثاني برضه بسرعه. لو بدانا ناخد، بس خلينا نراجع الاحكام في الصفحه دي، خلينا كل مره نذكر بالاحكام عشان اللي من اول مره بيحضروا معانا، وعشان برضه ما ننساش. احنا قلنا اسبوعين تقريبا ما نظرناش على الاحكام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، يعني شوف، واتبعوا، كل الحروف بتاعتها حروف مؤقتة، ما تتلو كلها حروف مؤقتة، الشياطين كلها مؤقتة فيما عدا الطاء. طيب الطاء دي من حروف ايه؟ قلنا مرققة، يبقى عكسها ايه؟ مفخمة. الحروف المفخمة بنسميها حروف استعلاء، وتفخم يعني ايه؟ تخرج من ايه؟ بيمتلئ بها الفم، تديها زي فخامة كده، زي الطاء غير تاء. المثال اهو، طاء ده مفخم، تاء مرقق. فالحروف المفخمة يا استاذ محمد 7 أحرف مجموعة في قولهم. حد يكتبها يا جماعة من ما شاء الله، يعني الحضور اللي بيحضروا من الأول خلاص حفظوا الحروف المفخمة 7 أحرف مجموعة. دايما علماء التجويد بيبسطوا الموضوع فيجمعوها في إيه؟ يجمعوا الأحرف مع بعضها في مثال، أو في، أيوه، في جملة، خص ضغط كذا. طبعا الجملة دي ليها معنى، لكن مش مهم نشوف المعنى بتاعها، لان برضه لهم كلمات دي حاجات لغويه. لكن ايه؟ خص الخاء والصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، والقاف والظاء، الاخيره دي ظاء مش طاء. خص ضغط كذا. ايوه يا استاذ محمد، الله يفتح عليك. فالسبعه احرف دي يا استاذ محمد سليمان بيسمى حروف استعلاء، وحروف الاستعلاء دي بتفخم يعني يمتلئ بها الفم عند النطق، فنقول ايه؟ خالصه، ونقول ايه؟ صا والصافات، ماشي. بس الواو اللي قبلها رقيقه فنقول وا والصا، شوف الصاد والصا، ولا الضاء، ماشي. غاء، هل اتاك حديث الغاء، الطامه، ماشي كده. قال، قال عليهم الأمر. ال7 أحرف دي بتسمى حروف استعلاء، ماشي. الحروف دي تفخم، تفخم يعني ايه؟ تفخم يعني يمتلئ بها الفم، تديها فخامة كده وانت بتقرأها فتطلع ممتلئ بها الايه؟ الفم. غير ال7 أحرف دول، حروف الهجاء كلهم 28، منها 7 21 حرف، كلهم كلهم ايه؟ مرققين، فيما عدا حرفين 2 بيتقلبوا بين الترقيق والتخفيف، وهي اللام من لفظ الجلالة وحرف الراء. حرف الراء جاي دلوقتي في الايه؟ في اخر الصف. فهمت التفخيم والترقيق يا استاذ محمد؟ طيب، على ملك، طبعا واتبعوا ما تتلو، ما بنسميه مد طبيعي، ما بنسميه مد طبيعي، الالف اللي بعد الميم دي ما بتتمدش اكتر من حركتين، فبنسميه مد طبيعي اللي هو اصل المد. الشياء برضه مد طبيعي، الشياطين على ملك. طبعا حروف التفخيم اللي قلناها دي فيه اعلى درجات التفخيم واقل درجات التفخيم، وفيه وسط بين الاثنين مرتبتين. اعلى درجات التفخيم، ايوه، في المد بالالف والمد بالواو والمد بالياء، نعم. اعلى درجات التفخيم ان يكون الحرف المفخم دوت مفتوح وبعده الف، زي خالصه، الضالين، قال، مفتوح وبعده الف. طيب الدرجه اللي بعده الايه؟ المفتوح وليس بعده الف، ماشي، المفتوح وليس بعده الف، زي مثلا هل أتاك حديث ضيفي، ضيفي مفتوح وليس بعده ألف، ماشي. الثاني مفتوح، الثالث مفتوح، الثالث مضموم، الثالث
او المرتبه الثالثه الحرف يكون مضموم، الفاء والصاء والدال الجماعه دول يكون مضموم، يبقى دي المرتبه الثالثه. المرتبه الاخيره انه يكون مكسور، يكون ايه مكسور، يبقى 4 مراتب: مفتوح بعده الف، مفتوح وليس بعده الف، مضموم مكسور. فتلاقي الطاء دي، الطاء في كلمه الشياطين اقل او اقل مراتب الايه التفخيم، فتلاقيها طالعه زي ما الشياطين، طي طي، كانها رايحه للتاء شويه، بس ما تبقاش تاء ابدا، لازم تبقى طاء زي ما هي، بس ايه الاستعلاء بتاعها او التفخيم بتاعها اقل درجه. على ملك سليمان وما كفر. الراء هنا بقى اللي هي قلنا بقى تفخم وترقق، الراء دي تفخم اذا كانت مفتوحه او مضمومه، وترقق اذا كانت مكسوره. سهله خالص. طبعا في حاله ما احنا واصلينها بالحركه بتاعتها، طب في حاله ما تسكن، حاله ما تكون ساكنه، برجع بص للي قبليها، اللي قبلها مفتوح او مضموم تفخم، قبلها مكسور او ياء ترقق. طب ابن اللي قبلها ساكن، اروح للي قبل اللي قبليها، لو مفتوح او مضموم تفخم، مكسور ترقق. طبعا الحاجات دي انت ما تستصعبهاش وانت في اول مره تحس ان الدنيا تايهه منك، لا، بس مره مع اثنين مع ثلاثه مع اربعه، اذا حضرت 5 مرات متتاليات معانا اوعدك باذن الله تعالى انك هتفهم القصه بسهوله وبسرعه. 5 مرات متتاليات هتلاقي نفس الكلام اللي بنقوله بنكرره بس في ايات اخرى، هتلاقي نفسك استوعبتها بعد 5 مرات، وممكن ربنا يفتح عليك وتستوعبها بعد 2 أو 3 مرات. طيب بيقول وما كثر راء، الراء دي مفتوحه يبقى تفخم. طب واذا وقفت وما كثر تفخم برضه، ليه تفخم بقى؟ ما انا سكنت اهو عشان برجع ابص للي قبليها، قبليها فاء مفتوح، ابص للي قبليها، لما تسكن ابص لحركه اللي قبليها، قبليها فاء مفتوحه، يبقى تفخم. وما كفر، طبعا عندي الكاف مرققه لانها مش من قصه ضغط القلب، والفاء مرققه لانها ليست من قصه ضغط القلب، الواو والميم مرققات لانها ليست من قصه، كل المجموعه دي على بعضيها ما فيهاش غير الراء فقط هي اللي ايه؟ اللي مفخمه. وما كفر ماشي؟ وما كفر سليمان، يعني بدون تكلف وبدون مثلا ما ايه؟ لازم تحرك الفك بالشكل اللي انا بحركه ده، ما تكتسبش انك تحرك فكك عشان ايه؟ تطلع المرقق مرقق والمفخم مفخم. وما كفر سليمان، الحروف المرققة يقولوا وانت بتطلعها ما بيمتلئش بيها الفم، وكأنك بتبتسم وانت بتطلعها، و فتحت بقي كأني بضحك او ببتسم، و ما ك ها الراء بقى لما جيت راء عملت ضميت را، حضرتك ده الفرق بين المرقق والمفرق. طبعا الالف دي، طب الالف دي نظامها ما اتكلمناش عليها، الالف بتاع ما وما، الألف دي القاعدة إنها تتبع ما قبلها، إذا كان اللي قبلها مرقق ترقق، قبلها مفخم تفخم، تتبع إيه؟ ما قبلها. يعني عندك ما، هنقول وما ولا نقول وما؟ لا نقول وما، ترقق زي الميم اللي قبلها اللي شاركة فيها. اتفضل يا أستاذ محمد. بتصلي وبتقطع؟ لا مش عايزينك تقطع.
بإذن الله. لكن احنا دلوقتي خلينا مهتمين بإن نحسن التلاوة. هيجي وقت بإذن الله هنبدأ نحفظ. طيب خلينا استاذ احمد نصر، خلاص جهزت المايك ولا لسه؟ طيب خلينا نرجع يا جماعه نقول هو الجافا، ما اعرفش هو بيتطلب يشغل البرنامج تاني ولا لا، ادخل على الموقع تاني ولا لا. خلينا معلش سامحوني، خلينا نكمل الوقت في الايه، في الاحكام، نراجع الاحكام ثاني برضه بسرعه. لو بدانا ناخد بس خلينا نراجع الاحكام في الصفحه دي، خلينا كل مره نذكر بالاحكام عشان اللي بالاول مره بيحضروا معانا، وعشان برضه ما ننساش احنا قلنا اسبوعين تقريبا ما نظرناش على الاحكام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، يعني شوف واتبعوا كل الحروف بتاعتها حروف موقفة، ما تتلو كلها حروف موقفة، الشياطين كلها موقفة فيما عدا الطاء. طيب الطاء دي من حروف ايه؟ قلنا مرققة، يبقى عكسها ايه؟ مفخمة. الحروف المفخمة بنسميها حروف استعلاء، بتفخم يعني ايه؟ تخرج من ايه؟ بيمتلي بها الفم، بتديها زي فخامة كده زي الطاء غير تاء. المثال اهو، طاء ده مفخم، تاء مرقق. فالحروف المفخمة يا أستاذ محمد 7 أحرف مجموعة في قولهم، حد يكتبها يا جماعة من ما شاء الله، يعني الحضور اللي بيحضروا من الأول خلاص حفظوا الحروف المفخمة 7 أحرف مجموعة. دايما علماء التجويد بيبسطوا الموضوع فيجمعوها في إيه؟ يجمعوا الأحرف مع بعضها في مثال، أو في أيوه في جملة، خص ضغط كذا. طبعا الجملة دي ليها معنى، لكن مش مهم نشوف المعنى بتاعها، لان برضه لهم كلمات دي حاجات لغويه. لكن ايه؟ خص الخاء والصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، والقاف والظاء، الاخيره دي ظاء مش طاء. خص ضغط كظ. ايوه يا استاذ محمد الله يفتح عليك. ال7 أحرف دي يا استاذ محمد سليمان بنسميها حروف استعلاء، وحروف الاستعلاء دي بتفخم يعني يمتلئ بها الفم عند النطق، فنقول ايه؟ خالصه، ونقول صاد والصافات ماشي، بس الواو اللي قبلها رقيقه فنقول وا والصاد، شوف الصاد والصاد، ولا الضاء ماشي، غاء هل اتاك حديث الغاء، الطامة ماشي كده، قال قال عليهم ال7 أحرف دي بتسمى حروف استعلاء ماشي. الحروف دي تفخم، تفخم يعني ايه؟ تفخم يعني يمتلئ بها الفم، تديها فخامه كده وانت بتقراها فتطلع ممتلئ بها الايه؟ الفم. غير ال7 أحرف دول حروف الهجاء كلهم 28، منها 7 يبقى 21 حرف كلهم ايه؟ مرققين، فيما عدا حرفين 2 بيتقلبوا بين الترقيق والتفخيم، وهي اللام من لفظ الجلالة وحرف الراء. حرف الراء جاي دلوقتي في الايه؟ في اخر الصف. فهمت التفخيم والترقيق يا استاذ محمد؟ طيب على ملكي طبعا، واتبعوا ما تتلو، ما بنسميه مد طبيعي، ما بنسميه مد طبيعي، الالف اللي بعد الميم دي ما بتتمدش اكتر من حركتين، فبنسميه مد طبيعي اللي هو اصل المد. الشيا برضه مد طبيعي، الشياطين على ملكي. طبعا حروف التفخيم اللي قلناها دي في
اعلى درجات التفخيم واقل درجات التفخيم، وفي وسط بين الاثنين مرتبتين. اعلى درجات التفخيم ايوه في المد بالالف والمد بالواو والمد بالياء. نعم، اعلى درجات التفخيم ان يكون الحرف المفخم دوت مفتوح وبعده الف، زي خالصه الضالين، قال مفتوح وبعده الف. طيب الدرجه اللي بعده المفتوح وليس بعده الف، ماشي، المفتوح وليس بعده الف، زي مثلا هل اتاك حديث ضيفي، ضيفي مفتوح وليس بعده الف، ماشي. الثاني مفتوح، الثالث مفتوح، الثالث مضموم، الثالث او المرتبه الثالثه الحرف يكون مضموم، الخاء والصاء والدال اللي بعده الف يكون مضموم، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الأخيرة أن يكون مكسور، يكون إيه؟ مكسور. يبقى 4 مراتب، مفتوح بعده ألف، مفتوح وليس بعده ألف، مضموم، مكسور. فتلاقي الطاء دي، الطاء في كلمة الشياطين أقل أو أقل مراتب الإيه؟ التفخيم. فتلاقيها طالعة زي ما الشياطين، طي طي، كأنها رايحة للتاء شوية، بس ما تبقاش تاء ابدا، لازم تبقى طاء زي ما هي، بس ايه الاستعلاء بتاعها او التفخيم بتاعها اقل درجه. على ملك سليمان وما كفر الراء هنا بقى اللي هي قلنا بقى تفخم وترقق. الراء دي تفخم اذا كانت مفتوحه او مضمومه، وترقق اذا كانت مكسوره. سهله خالص. طبعا في حالة ما احنا واصلينها بالحركة بتاعتها. طب في حالة ما تسكن، حالة ما تكون ساكنة، برجع ابص للي قبليها، اللي قبلها مفتوح او مضموم تفخم، قبلها مكسور او ياء ترقق. طب افرض اللي قبلها ساكن، اروح للي قبل اللي قبليها، لو مفتوح او مضموم تفخم، مكسور ترقق. طبعا الحاجات دي انت ما تستصعبهاش وانت في اول مره تحس ان الدنيا تايهه منك، لا، بس مره مع اثنين مع ثلاثه مع اربعه، اذا حضرت 5 مرات متتاليات معانا اوعدك باذن الله تعالى انك هتفهم القصه بسهوله وبسرعه. 5 مرات متتاليات هتلاقي نفس الكلام اللي بنقوله بنكرره بس في ايات اخرى، هتلاقي نفسك استوعبتها بعد 5 مرات، وممكن ربنا يفتح عليك وتستوعبها بعد مرتين او 3 مرات. طيب بيقول وما كفر راء، الراء دي مفتوحة يبقى تفخم. طب وإذا وقفت وما كفر تفخم برضه، ليه تفخم بقى؟ ما أنا سكنت أهو عشان برجع أبص للي قبليها، قبليها فاء مفتوح، أبص للي قبليها، لما تسكن أبص لحركة اللي قبليها، قبليها فاء مفتوحة يبقى تفخم. وما كفر، طبعا عندي الكاف مرققة لأنها مش من قصة ضغط وانقباض، والفاء مرققة لأنها ليست من قصة ضغط وانقباض، الواو والميم مرققات لأنها ليست من قصة، فكل المجموعة دي على بعضيها ما فيهاش غير الراء فقط هي اللي إيه؟ اللي مفخمة. وما كفر، ماشي؟ وما كفر سليمان، يعني بدون تكلف وبدون مثلا إيه؟ لازم تحرك الفك بالشكل اللي انا بحركه ده، ما تكتسبش انك تحرك فكك عشان تطلع المرقق مرقق والمفصل مفصل. وما كفر سليمان، الحروف المرققه يقولوا وانت بتطلعها ما بيمتلئش بيها الفم وكانك بتبتسم وانت بتطلعها، و فتحت بقي كاني بضحك او ببتسم. و ما ك ت الراء بقى لما جيت راء عملت ضميت را، حضرتك ده الفرق بين المرقق والمفصل. طبعا الالف دي، طب الالف دي نظامها ما اتكلمناش عليها، الالف بتاع ما وما، الالف دي على القاعده انها تتبع ما قبلها، اذا كان اللي قبلها مرقق ترقق، قبلها مفخم تفخم، تتبع ايه؟ ما قبلها. يعني عندك ما هنقول وما ولا نقول وما؟ لا نقول وما، ترقق زي الميم اللي قبلها اللي شبكه فيهم. اتفضل يا استاذ محمد.
تصلي وتقطع؟ لا مش عايزينك تقطع، حافظ على الصلاة. يعني ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اول شيء يعني صاحب اللي بيحافظ على الصلاة، شوف زميل ليك يحافظ على الصلاة فيعينك على الصلاة، يعينك على الحفاظ على الصلاة. الأمر الثاني تتذكر يعني أجر الصلاة وجرم أو الذنب اللي بيترك الصلاة. يعني في الحديث مثلا إن الصلاة عماد الدين زي ما قال الأستاذ محمد بالظبط كده. تخيل إن أنت عندك بيت صرف عليه ومكلف وتقدر تهد عمود فيه، إذا هديت عمود ممكن يقع البيت كله. فدي عمود الإيه؟ بعدين في يوم القيامة أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. زي ما تقول كده إيه يعني، إيه حاجة بتقدمها عشان تشوف إيه اللي بعد كده. فإذا كانت الصلاة أوكي نبدأ بقى إيه يعني صلوا حسائر عمل، وإذا كانت لأ لو عمل أي حاجة تاني خير بعد كده ما يعني موقفه مش سليم، لأن الصلاة أصلا قفلت الباب. فالصلاة هي اللي بتفتح لك الباب أو تقفل لك الباب عند ربنا سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك؟ وبعد كده تتذكر ان الصلاه يعني ايه؟ نور في الوجه وانشراح في الصدر وقبول، وهي الفرق بين الايه؟ يعني حديث عظيم جدا، الفرق بين الايه؟ الانسان والكفر ترك الصلاه. الفرق بين الإيمان والكفر في الحديث الصحيح يعني بمعناه ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طبعا الحديث فيه تفصيل، لكن يعني احنا ما رضناش والعياذ بالله الواحد يعني فيه الصفة دي. ده لما يعني في تفسير الآية في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي وادي في جهنم. إن أضاعوا الصلاة دول المفسرين قالوا ده ما أضاعوش بالكلية، يعني ما تركوش الصلاة أو ما سابوش وقت وصلوا وقت، قال لك ده أي أخروها عن وقتها. يعني ضياع الصلاة اللي في الآية هو تأخيرها عن وقتها. وفي الآية ما إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني أنا لما بتذكر وقت الصلاة وبقرنه بوقت مثلا صاحب العمل اللي أنا شغال عنده، خبر حضرتك ده ربنا بيناديني وصاحب العمل بيناديني. فلما صاحب العمل بيناديني يعني ما بقدرش أتأخر عشان أكل عيشي أو عشان احتراما ليه او عشان حفاظا على انه ما يأنبنيش، او حفاظا بحترم العهود بتاع البشر والرجل اللي معي بيتكلم فبحترم كلمته. وربنا سبحانه وتعالى قال لي حي على الصلاه وحي على الفلاح. حضرتك يعني تذكر عظم الامر، يعني تذكر عظم الايه الامر، وبعد كده هي بقى ده تخليك والله. هو في الحديث يعني انه تاخيرها من المستحبات اذا كنت هتضمن صلاه جماعه، اذا كنت هتصلي جماعه، لكن برضو تاخيرها عن وقتها يعني دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده لما تاخرهاش قبل النوم. حضرتك حبيب، حضرتك بنت، قلت انك بنت برضو قدميها في وقتها، يعني خليها في وقت بعد الاذان. ليه تاخيرها عن وقتها؟ والله نرتب مع ال هو محاضرتنا اساسا يا استاذ محمد هي في التجويد وسوره البقره. ممكن نوصل في بسم الله ما شاء الله اساتذه ودكاتره افاضل بيحاضروا محاضرات دينيه كتير، وممكن نرتب باذن الله تعالى مع الاساتذه المحاضرين نشوف ايه الموضوعات اللي تهمنا ممكن نطرحها على الاكاديميه. عايزين محاضرة في الصلاة أو عايزين مجموعة محاضرات في الصلاة. الحمد لله رب العالمين
الخير في أمتي أو الخير في أمتي إلى يوم القيامة. فالخير موجود الحمد لله في هذه الأمة وشبابها وبناتها، بدليل إن إحنا بسم الله ما شاء الله نشوف حفاظكم على الحضور وحفاظكم على الصلوات وحفاظكم على الأسئلة في الدين. بس محتاج إن الخير ده زي ما بيقولوا كده زي السكر كده يتقلب. أيوه إحنا في الأسبوع مرتين يا سيدي محمد. إحنا في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الأربعاء. فهتلاقي حضرتك يا أستاذ محمد سليمان، هتلاقي إن شاء الله يعني قلبك بيحب الطاعة، وهتلاقي قلبك فعلا يعني فيه الحرص على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الإيمان. نعم. بس أنت محتاج تذكرة، وأي مسلم على فكرة محتاج يتذكر. يعني حتى الصحابة نفسهم كانوا يذكروا بعضهم، يقولوا إيه؟ هيا نؤمن بربنا ساعة. الله، طب وهم يعني إيه نؤمن بربنا ساعة؟ يعني هم ما كانوش مؤمنين قبل كده يعني؟ لا، ده مؤمنين، بس قصدهم إيه؟ تعال نجدد الإيمان. نجدد الإيه؟ الإيمان. اللي إحنا بنعمل فيه، اللي إحنا بنعمل ده بنحاول نجدد الإيمان. ولما بنحضر محاضرة أو نسمع لمحاضرة من الأساتذة الموجودين في الأكاديمية أو في أي موقع ده لتجديد الايمان، لان الايمان فعلا بيزيد وينقص، والانسان بيفطر بيحتاج ايه؟ يحتاج التذكره. والصحابه يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه، يعني ايه؟ يعني بيتتبعنا على طول كل شويه عشان القلوب ما تصدقش، عشان القلوب، يعني القلوب بتصدق برضه كما يصدق الحديث، وتحتاج تجلي الصدأ اللي عليها. ايه بيجلي الصدأ؟ يجلوه القران، يجلوه الصلاه، تجلوه تروح تتوضأ فتنزل الذنوب والمعاصي مع المياه الهدوء، تقف بين يدي الله وتتضرع اليه وتتدرب على التذلل لله سبحانه وتعالى، بدل ما نتذلل للبشر ويا فلان وعاون لو تكرمت ولو سمحت، فبترفع ايدك لله سبحانه وتعالى في اثناء الصلاه، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني انا في اعتقادي والله اعلم اكثر الاحاديث واكثر الايات القرانيه في المصحف الشريف وردت في الصلاه. أتوقع ذلك والله أعلم. أتوقع أكثر الأحاديث هتلاقيها في الصلاة. أكثر الآيات القرآنية وردت في الإيه؟ في الصلاة. يبدو والله أعلم أن الفريضة الوحيدة التي أول فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت يعني فترة طويلة حوالي 10 سنوات لم يفرض فرائض غيرها إلا الصلاة. بعد الصلاة قعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه بالصلاة، وما فيش فرائض تانية نزلت عليه ولا أمر بحاجة تاني لفترة يمكن 10 سنوات، اللي هي فترة إيه بقى؟ فترة الإيه؟ يترسخ العبودية والصلة زي ما قال سيدنا محمد كده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه بالصلاة. حتى في الحديث كان إذا حزبه أمر لو حاجة ضايقته ما بيروحش للبشر ولا بيسأل فلان ولا بيسأل أهلين، كان إذا حزبه أمر إيه؟ هرع إلى الصلاة، على طول يجري على الصلاة. يصلي تبص تلاقيه تبدأ إيه؟ وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إيه؟ أرحنا بها، ها؟ أرحنا بها يا بلاد. اللي هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي وقت الصلاة يقول له أرحنا بها يا بلاد. أيوه الله يفتح عليك يا أستاذ محمد. فإن شاء الله يكون عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبينك وبين نفسك أن إيه؟ أن تحافظ على الإيه؟ على الصلاة مهما كانت الظروف، وهي العبادة اللي ما فيهاش ترخيص أبدا. الصيام فيه رخصة، صح ولا لا؟ الزكاة فيها رخصة، الحج فيه رخصة، إيه تاني؟ الصلاة العبادة الوحيدة التي ليس فيها رخصة وليس للمسلم فيها عذر أبدا. فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فإيه؟ على جنب، فإن لم تستطع فأومئ برأسك، تقعد على ظهرك وتصلي برأسك. أنت الحمد لله رب العالمين. لا لا لا، في حاجة بتحس إنها بتربطك؟ لا. أيوه المعاصي، ربنا يكفينا من شر المعاصي. ربنا يكفينا من شر المعاصي، هي في معاصي تمنع
زي ما في الحديث كده، ان الانسان اذا عمل معصيه نكتت في قلبه نكته سوداء، يعمل معصيه انتبه واستغفر نجعت النقطه السوداء. طب يعمل معصيه ثانيه تيجي نقطه ثانيه، تيجي معصيه والعياذ بالله. فاحنا ايه؟ المفروض انك بتستغفر بقى على طول، بتشيل المعصيه باستغفار بوضوء بصلاه بكذا بذكر، تبدا تشيل المعصيه. كل ما تشيل المعصيه، وعلى فكره يعني خير الخطائين التوابون، الشيطان يتالم جدا لما تحاول تشيل المعصيه، يتالم جدا كل ما تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وده عدو، ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني هذه إن شاء الله ربما تكون يعني تذكرة للأستاذ محمد سليمان في أثناء الحديث عن تلاوة أسماء أحكام القرآن الكريم. يعني إذا خرجنا من الحلقة دي بأن إحنا نحافظ على الصلاة، فإن شاء الله تكون كافية بإذن الله تعالى. يعني الغرض إن إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن أو بالإيه؟ أو بما نفعله الآن من تلاوة القرآن واستخراج الأحكام. طيب خلاص كده نرجع للأحكام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب ولكن النون هنا نسميه حرف غنة إيه؟ مشدد، حرف أغن. الغنة دي هي مخرج للنون والنون الميم والنون المشددتين، وتخرج من الخيشوم يعني من الأنف كده، يعني تغنها يعني إيه، تطلعها من الأنف. ولكن ولازم تدوس عليها شوية وتستنى عليها حركتين، الحركة قبض الإصبع أو بسطه. ولكن الشياطين كفروا، برضه الراء مضمومة مفخمة. يعلمون الناس، برضه النون حرف ايه؟ غن مشدد. يعلمون الناس السحر. طبعا انا بوصلها مفتوحة، السحر وما. طيب انا وصلتها كده بقت مفتوحة، الراء هنا مفخمة صح ولا مفخمة ايه؟ وصلا. مفخمة ايه؟ وصلا. طب اذا وقفت فخمها ولا رقتها؟ وقفتها سكنها مظبوط، هتسكن صح لان السكون ايوه يبقى ايه؟ ترقى. سكنت يا استاذ محمد، ايوه هقف بالسكون مظبوط كده، اذا وقفت لازم اسكن. السحر، طيب سكنتها، اقول السحر ارقاش كده ولا اقول السحر؟ ها فالأستاذة قالت إيه؟ مرققة. ليه مرققة؟ لا مش ما قبلها مفتوح، ما قبلها إيه؟ ما قبلها حاء، والحاء في المصحف إيه؟ ولا مكسور، ما قبلها ساكن يا جماعة، ما قبلها الحاء والحاء ساكنة، ما دام ساكنة اللي قبليها أبص للي قبل اللي قبليها، إيه اللي قبل اللي قبليها؟ اللي هو السين، السين إيه؟ مكسورة. هي دي القاعدة، عشان تعرفوا القاعدة بقى هبص لها هي في الايه، في الوصل. اذا وقفت وهي متطرفة على اخر الكلمة هقف بالسكون زي الاستاذ محمد ما قال. طب اذا وقفت بالسكون افخمها ولا رققها؟ ارجع للي قبليها اشوف اللي قبليها، مفتوحة ومضموم تفخم، مكسور ترقق. طب اللي قبليها ساكن زي الموضع بتاعنا ده اللي هي الحاء ساكنة، اروح للي قبل اللي قبليها اللي هو السين، السين مفتوحة ومضمومة تفخم، مكسورة ايه؟ ترقق. ماشي يا جماعة؟ طيب دي الايه؟ دي القاعدة بتاعتنا في الراء الساكنة في آخر الكلمة. يعلمون الناس السحر وما أنزل، وما أنزل. لا الحاء ما لهاش فتحة. الحاء فين الفتحة؟ طب شوف افتح المصحف كده، انت فاتحة المصحف الأول؟ الفتحة دي على الراء، الفتحة على الراء، الفتحة في كلمة السحر، كلمة السحر
فيها تشكيلتين اثنين، السين عليها شدة وتحتها كسرة، والراء عليها فتحة، خلاص. بس الباقي كله ساكن، الحاء ساكنة والهمزة الوسطى ساكنة، صح ولا لا؟ طيب نرجع بقى نقول وما أنزل، وما أنزل، عايزين نشوف المد دوت اللي هو بعد ما. المد ده بيسميه جائز منفصل. لا لا، الفتحة على الراء. المد جائز منفصل، يعني يجوز ان انا امده زي ما قلت كده وما انزل، ويجوز ان انا اقصره اقول وما انزل. اقصره يعني امده مادة طبيعي حركتين خالص. وما انزل. طيب المد المنفصل دوت يعني المد فيه كلمة والهمز فيه كلمة اخرى، ده المد المنفصل. ماشي يا استاذ محمد سلمان، استاذ محمد سليمان، بعدها همزة. مد منفصل يعني المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها. طيب أنزل، النون ما عليهاش تشكيل، النون بتاع أنزل ما عليهاش تشكيل، يبقى إذا في حاجة حصلت هنا في التجويد. إيه اللي حصل؟ إن في حكم بنسميه إخفاء. حكم بنسميه إيه؟ إخفاء. إخفاء يعني النون دي ما قلتش أن، لا ما أظهرتهاش خالص، لا ده أنا أخفيتها. والإخفاء عقبه غنى، وأعقبه أو عند الإخفاء النون ما بتظهرش، ما بتظهرش، إنما يظهر الصفة بتاعتها اللي هي الغنة بتاعتها. أنزل. وحروف الإخفاء يا جماعة قلناهم كم حرف؟ 15 حرف. 15 حرف. طيب وما أنزل على الملكين ببابل هارون وماعون. هاء وما كله مرقق اهو، بس الراء بس هي اللي مفخمه. هاروت وماعوت. وما يعلمان من احد، من احد. طيب نون ساكنه اتى بعدها الهمز في كلمه احد، الحكم ايه؟ النون عليها السكون ظاهر اهو، الحكم ايه؟ نون اظهار، اظهار يعني النون ظهرت. من أحد. طيب أحد حتى، تنوين أتى بعده الحاء، والحاء من حروف الإظهار. طب نذكر حروف الإظهار بقى عشان الإيه؟ أستاذ محمد سليمان يتابع معانا. حروف الإظهار 6 أحرف، همز، هاء، عين، حاء، غين، خاء. همز فهاء، ثم عين حاء، مهملتان يعني ما لهمش نقط، ثم غين خاء. بعض الأحباب هنا قالوا إيه؟ جمعوهم في كلمات برضو، قالوا إيه؟ أنا هقولهم لك دلوقتي في جملة. إن غاب، هقولها لك دلوقتي، إن غاب عني حفيدي همني خبره. إن غاب عني حفيدي همني خبره. أيوه بالظبط كده. فإيه الجملة دي بقى يا أستاذ محمد؟ الجملة دي كل الحرف في أول كل كلمة من الكلمات الستة، أيوه أول حرف من كل، بالظبط الله يفتح عليك. احفظ بقى الجملة دي، إن غاب عني حفيدي همني خبره. كنا بنقولها زمان او حفظناها، ان غاب عني حبيبي همني خبره، فالظاهر المشايخ ما عجبتهمش كلمه حبيبي فايه فغيروها حبيبي، مش مشكله. فالاحرف اللي في اول كل كلمه يا استاذ محمد، الهمز والغين والعين والايه والحاء والهاء والايه والخاء، ماشي كده؟ همز، ايوه. إن غاب عني، أيوة، عين، حاء، هاء، خاء، بالظبط كده. دي حروف إظهار، يعني الحروف دي إذا جت بعد النون الساكنة والتنوين تظهر زي ما إحنا شايفين كده، من أحد. النون أتى بعدها الهمز اللي هي في كلمة إن غاب، إن. طيب أحد حتى، التنوين ظهر ليه التنوين؟ لأن يعني بعده حاء، والحاء من حروف إيه؟ حفيدي. حتى إذا عرفنا حروف الإظهار أنا أعرف بالترتيب مع الوقت الحروف
حروف الباقيه بعد كده نطلع الاخفاء، لان الاخفاء ده 15 حرف مش هنقولهم، لما هنقول حروف الاظهار ده دول 6، خليك فاكرهم دول. طيب حتى يقولا انما، برضو هنقول يقولا مد جائز منفصل، انما حرفه انما مشدد، نحن فتنة فلا، فتنة فلا ده حكم ايه؟ فتنة فلا، تنوين أتى بعده الفاء، والفاء من حروف الإيه؟ حروف الإخفاء بالظبط كده. فلا تكفر، شفت بقى؟ الراء دي بقى ساكنة، فلا تكفر، الراء دي ساكنة وصلا وأخفا. الراء بتاع تكفر دي ساكنة وصلا وأخفا، وبناء عليه برجع للحرف اللي قبليها اللي هو الفاء الاقيه مضمون. فخمها ولا رققها؟ فخمها بالظبط كده. وصلا وقفا تفخم دي خلاص. فلا تكفر فيتعلمون منهما، منهما اي نون ساكنه اتى بعدها الهاء، هذه ثالث حرف من حروف الايه؟ الازهار مر علينا اهو. منهما ما يفرقون، يفرقون الراء هنا بقى ايه؟ الراء بتاع يفرقون ايه؟ مكسورة اهي، تبقى ترقق ولا تفخم؟ ترقق بالظبط كده. ما يفرقون به، الهاء المكسورة بتاع به دي بعدها ياء صغيرة في المصحف، لو لاحظت بعدها ياء صغيرة في المصحف. طيب الياء الصغيرة دي بتقول إن في حاجة هنا حصلت بعد الهاء. اللي حصل إن أنا بمد الهاء كأني وصلتها بياء، وعشان كده بسميه مد صلة صغرى. مد صلة صغرى، إيه مد الصلة الصغرى دي؟ هاء ضمير زي كلمته، هاء ضمير ممكن تبقى مكسورة أو مضمومة. إذا كانت مكسورة توصل بياء، إذا كانت مضمومة توصل بواو. هاء ضمير مكسورة أو مضمومة وليس بعدها همز، يبقى دي الصلة الصغرى. طب إذا كان بعدها همز يبقى صلة كبرى. هتجينا في الآيات، بس خلينا ناخد واحدة واحدة. إذا به صلة إيه؟ صلة صغرى. صلة مد صلة صغرى، وده بيلحق بالمد الطبيعي زي ما تتلو، ما بيدوش أكتر من المد الطبيعي. به من احد، بس ما اخطفهاش، اثبت كسره بس، لازم اثبت كسره وياء. قول ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب بين المرء وزوجه، برضه الراء دي ساكنه اللي في وسط كلمه المرء، ابص لمين؟ اللي قبليها، قبلها ايه؟ مفتوح، اذا ايه؟ تفخم. قول بين المرء وزوجه وما هم، وزوجه وما هم، اي برضه هاء ضمير اهي ما بعدهاش همز، تبقى صيغه ايه؟ صيغه صغرى. بس انا هقف زي ما في المصحف علامه جيم، والجيم دي علامه الوقف الايه؟ الجائز. وما هم بضالين، ايوه عايزين نطلع الاحكام بقى في الايه، في الجزء اللي هو في كلمه وما هم بضالين. مين يطلع لنا الاحكام في الكلمتين دول؟ وما هم بضالين، انتوا شايفين الاحكام اللي فيهم ايه؟ يعني انتوا اكتبوا لي كده ايه اللي شايفينه في الكلمتين. أستاذ محمد أنت بتقول ليك سؤال، بس خليه بس 5 دقايق ونخلص الحلقة وتسأل. بارينا بالظبط، دي أديك كلمة، دي إيه اللي إيه اللي فيها؟ طيب يا جماعة كلمة بضارينا ما نوع المد؟ هنا فيه مد أهو على الألف علامة مد. النون فيها إيه؟ النون ما فيهاش حاجة لأنها مفتوحة. متصل؟ لا متصل ده فيه همز، المتصل
اتصل مد وهمز في نفس الكلمه، بس فين الهمز؟ ايوه استاذ احمد نصر الله يفتح عليك. مد لازم يا جماعه، مد لازم زي الطالين والحاقه الصاخه لضارينا، لازم يعني لازم امد 6 حركات، الحركه قبض الاصبع او بسطه لضارين. ماشي استاذ احمد نصر ربنا يفتح عليك. لازم وهنسميه بقى ايه بقى؟ لازم ده الحكم بتاعه، لكن هو اسمه ايه؟ اسمه هنرجع للراي يا استاذه دلوقتي، اسمه مد كلمي يعني في كلمه، ومثقل لان في شده على الراء، هنسميه لازم كلمي مثقل. لازم ده حكمه زي جائز وواجب، لازم والنوع بقى ايه؟ كلمي لانه في كلمه، ومثقل لان فيه شده بعد المد. ماشي كده؟ ده اول حكم. طيب غيره بقى، الراء. الراء مكسوره ولا مضمومه ولا مفتوحه؟ شوف الضاد بقى اعلى درجات التفخيم بقى، ضاد وبعدها الف مفتوح وبعدها الف، القصه ضغط كده ضاء دي ضاء. بس ما جيش على الراء بقى وافخمها تنقط من الضاد، لا اكسرها بقى ارققها لانها مكسوره ضالين. مش كده يا جماعه؟ يبقى الراء هنا مرققها. طب ما جيناش بقى عندي وما هم، ايه حكم الميم بتاعهم بقى؟ حكم الميم كلمة هم معلهاش حاجة اهي، حكم الميم إخلال؟ لا الميم ما فيهاش إخلال، الإخلال عند النون والتنوين. الصوت فصل، الصوت فصل عند حد يا جماعة؟ الصوت تمام أستاذ محمد، طب شوف الصوت عندك أنت بقى، أستاذ محمد سليمان شوف الصوت عندك أنت، صلح الصوت، أعمل ريفريش. طيب وما هو الميم أحكامها 3، دي أسهل ما يكون. الحكم الأول الإيه؟ ده عند الباء بنسميه إخفاء، وبالمناسبة سميناه إخفاء إيه؟ إخفاء شفوي. شفوي لانه مرتبط بالشفتين اللي هم مخرج الميم اصلا، اخفاء شفوي عند الباء، وعند اللي زيها الميم اللي زيها بنسميه ادغام. بقيه الحروف تظهر خلاص، الميم سهله خالص، اخفاء عند الباء، ادغام عند الميم، اظهار عند ال 26 حرف الباقيين. يبقى هنا الحكم اخفاء. لضارين به من احد، برضه به الصوره الصغرى من اظهار احد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ينفعهم نون أتى بعدها فاء، والفاء من حروف إيه؟ الإخفاء. ولقد علموا لمن اشتراه ما له، برضو ما له هي الصلة الصغرى الواو بعد الهاء، في الآخرة من خلاق. نون أتى بعدها خلاق، خاء خلاق، الخاء مفصلة، خلاق. القاف بنعمل فيها حاجة اسمها إيه؟ لما سكناها كده بنسميها حرف إيه؟ أو إذا دخلنا صفة اسمها صفة حد يكتب يا جماعه، الاستاذ محمد سليمان يعمل ريفريش ولا يعمل حاجه لانه يبدو عنده مشكله، حد يكتب لي يتابع المشكله بتاعته، مش سامع حاجه. القاف، القاف حرف ايه؟ صفه، بتاخد صفه اسمها صفه القلقله. ولبئس ما شروا به أنفسهم. طيب به ما نوع المد بقى هنا؟ به أنفسهم. صلة إيه بقى؟
صلة، أيوة صلة إيه؟ صلة كبرى، عشان بعدها همز بالظبط. أنفسهم، أنفسهم، من بعدها فاء زي لا فيها بالظبط، لا ينفعهم. يبقى إيه الحكم؟ إيه؟ لو كانوا يعلمون. طيب إحنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر الليلة، ونعدكم برضو بإذن الله المرة القادمة، كلهم الاثنين نجهز لكم التحفة بإذن الله تعالى. تفضل اسمع، أخيرا الصوت يسأل فيتفضل. والإعراب إيه؟ ما فهمتش من عليك اسم. أيوة، مال الإعراب بقى اللي بناخده في المدرسة والثانوي؟ أدي لك صفحة إن شاء الله في المرة اللي جاية، أدي لك صفحة مصحف فيها الاعراب، اعراب القران الكريم كامل، وتدخل براحتك على النت وتمسك الصفحه دي بقى، فيها اكتب لك الموقع، او ممكن اكتبه لك دلوقتي يعني ايه، اكتب www، لحظه، www. اكتب دوت www تنزيل دوت كوم، أستاذ أحمد ضبطت المصحف. طيب ماشي، اتفضل اقرأ من أول، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. حاضر أستاذ أحمد نصر، اتفضل. اقبل المايك، بعت لك المايك. أيوه ايوه السلام عليكم، الصوت كويس كده؟ ايوه نعم الصوت واضح، اتفضل. وعليكم السلام، اتفضل نسمعك، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها
أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أستاذ أحمد أنت كنت فين من زمان؟ يعني إحنا ما تعلمناش بس التجويد من قراءتك، إحنا تعلمنا الخشوع. يعني أنت علمتنا في القراءة اللي أنت قرأتها دي قبل التجويد وأحكامه والترتيل، علمتنا الخشوع. ربنا يفتح عليك. أنت ربنا يبارك لك. أنت حضرتك سمعت عن الأكاديمية قبل كده ولا لسه أول مرة؟ أستاذ أحمد أنت أول مرة تحضر معنا ولا تعرف الأكاديمية من زمان؟ لسه سامع جديد عنها يعني أول مرة تحضر؟ حضرت محاضرات تانية في الأكاديمية غير حلقة القرآن؟ كتير، ربنا يفتح عليك. طيب يعني احنا عاوزينك بنناشدك انك ما تحرمناش من حضورك، نسمع صوتك والزملاء يسمعوا ويتعلموا من قراءتك. ايوه ما شاء بسم الله ما شاء الله، هتحفظ القرآن كاملا؟ ها بسم الله ما شاء الله. أستاذ أحمد بتشتغل إيه أصلا؟ أكيد ممكن تكون طبيب، أتوقع ذلك. عارف في كلية هندسة المنصورة، ربنا يفتح عليك. طيب ما بعدناش كتير برضو. يعني الأطباء والمهندسين ربنا يبارك فيهم. لكن تعيدنا بإذن الله تعالى أنك تحضر معنا وتبقى مصلح المايك في كل مرة ونبدأ بقراءتك إن شاء الله. يعني أيوة نعم، بنناشدك ونشدك أنا والحضور. صلاة العشاء فين؟ حضرتك فين دلوقتي؟ مش في مصر؟ احنا بنبدأ 8:30. 8:30 دي يعني يكون صليت. ايوه نعم 8:30. يعني طب العشاء في مصر الساعة كام؟ ما فيش مشكلة، احنا ممكن نأخرها نص ساعة. يعني ممكن نبدأ الحلقة، نتفق ان مثلا العشاء بتأذن الساعة كام في مصر يا استاذ احمد؟ تدخل المحاضرة 8:50. طيب خلاص احنا نتفق، انت عندك نتفق ان احنا نبدأ 9 بدل 8:30، نأخرها نص ساعة ونرتب مع جماعة الدعم الفني، يبلغوا على الموقع ان نبدأ حلقتنا 9. طيب ماشي، ربنا يبارك فيكم. يعني نسأل الله تعالى أن يعني يرفعنا بهذه الدقائق وأن ينفع بك يا أستاذ أحمد ويكرمك، وزي ما نشدناك أنك تتواجد معنا وتقرأ، وأنا أتوقع يكون لك تسجيلات برضه.
الموقع يكون ليك تسجيلات او حاطط على موقع تسجيلات. طيب عموما نسأل الله تعالى ان يبارك لنا في القرآن العظيم تسجيل في حفل الأكاديمية. طيب ربنا يفتح عليك وينفع بيك إن شاء الله نتشرف بكم في الحلقة دائما، وبإذن الله إلى أن نلتقي أسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن ينفعنا بهذه الدقائق، وأن يجعلها في موازيننا يوم القيامة، وأن يبارك لنا ولكم فيها في القرآن العظيم. وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب تمنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة القادمة بإذن الله يوم الاثنين، المحاضرات هتبقى الاثنين والأربعاء، وكانت 8:30 فهنخليها 9 عشان تحضر معنا من البداية بإذن الله تعالى، والجماعة الدعم الفني يحاولوا يظبطوا لنا الموعد على الساعة 9. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ محمد سليمان الإيميل، حاضر ماشي. الإيميل اللهم صل على سيدنا محمد، أكتبه لك أنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.